بعون الله تعالى تم إرساء أول باخرة عائدة إلى شركتنا مات سكسيز اسم الباخرة في ميناء خور الزبير، تحمل بضائع متنوعة جنرال كارغو. طبعا هذا الخط جديد فتحناه حاليا شركة ماج، فهاي أول باخرة وصلتنا اليوم وتم إرسائها بعون الله. عملية الإرساء 15 دقيقة، تحمل 3500 طن حمولة متنوعة وتلحقها إن شاء الله بواخر أخرى إلى ميناء خور الزبير.